معقولة الحركة النهضة. مو شخص خطر، هو تمشي، تمشي لحركة النهضة. هما أكثر حزب كذب على التوينسا بعد أكثر حزب كذب على التوينسا للأسف. علاش كذب؟ على خاطر هو الإيهام بقضايا وهمية، يعني فما كذب أون أمون وكذب أون أفال. دونك الكذب أون أمون اللي تجي أنت من عاش العبادة اللي عايشت التحركات تاع الثورة من الأول، ما كانش بكل فما هذه مشكلة الهوية ولا الإسلام في خطر، ولا احنا هنا كنا نحكيه على جدتنا وعلى أميتنا، وهذه بلاد عدى فيها الاستعمار وجي فيها المؤتمر الفخارستي. وعمره ما طرحت مشكلة الإسلام، عمره في تونس كان الإسلام في خطر أبدا. دونك احنا نجيو نقولوا للعباد نصنعوا دو فو بروبليم، راهو اسمع راكم مقسومين إسلاميين وعلمانيين، وهيا نبدأوا العركة. راهم العلمانيين هذوك ما كفار، ما همشي مسلمين. دونك هذه كذبة ولا مش كذبة؟ للأسف الناس اللي هي مهمشة، الناس اللي هي مفقرة، ديما تبدأ تبحث في قضية تشد بها رواحة باش تحس هكا يلفلس يدنتيفيه الحاجة، يحب كيورز يروحوا في المرايح يحس روحوا عنده قضية باش ينسى.